عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديت وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. أعزائي المشاهدين، أحبائي الحاضرين معنا داخل الاستوديو، برحب بكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. رحلة طويلة لسنوات عشناها وإحنا بنتكلم عن دعوة للتلمذة، عن معرفة الله، عن معرفة أنفسنا، عن معرفة المسيح، عن معرفة الروح القدس، عن معرفة مبادئ العلاقة مع الله، إزاي أموت عن نفسي، إزاي أعيش للرب، إزاي أمارس هذه العلاقة مع الله، إزاي نتحد كجسد واحد، إزاي نعيش في حرب روحية مع عدو الخير، إزاي نشهد بإيماننا للآخرين الذين من حولنا. وكان من أكتر اللي يمكن الفصول اللي شفنا فيها تجاوب هائل من الناس شفاء النفس، أنا ونفسي، إزاي أتصالح مع نفسي، إزاي ربنا يشفي جراحي اللي من الماضي اللي الناس عملوها فيا أو أنا أو الظروف صنعتها في حياتي. ابتدينا الفصل 14 مع بعض تحت عنوان العلاقات، وتكلمنا عن مبادئ عامة للعلاقات تسري على جميع أنواع العلاقات، وبعدين تكلمنا عن مبادئ اختيار شريك الحياة، ووصينا المتجوزين ما يتفرجوش عليها، متهيألي هم أكتر ناس يتفرجوا عليها مش عارف ليه. وبعدين تكلمنا عن مبادئ العلاقات الزوجية والأسس الكتابية للعلاقة دي، إزاي ربنا صنع الزواج لنعيش سعداء. وبكل أسف إحنا مش بنقرأ الكتالوج، مش بنقرأ الكتالوج، فبنسيء استخدام العطية الإلهية، فبتفسد مننا وبنستغرب قوي فين الغلط، ودايما بلوم الآخر قبل ما بلوم نفسي. في الجزء ده هنتكلم عن الجزء الثالث، اختيار شريك الحياة، العلاقات الزوجية، ثم تربية الأبناء. تربية الأبناء، إزاي كوالدين نربي أولادنا، ننشئ أولادنا، نسمح لهم أن ينموا في النعمة والحكمة والقامة عند الله وعند الناس زي ما هو مكتوب عن يسوع المسيح. ودي حاجة مهمة للغاية، ومرات كتيرة برضو بنجوز من غير ما بنقرأ الكتالوج، وبنخلف العيال من غير ما بنقرأ الكتالوج، وبعدين بنصطدم بواقع أليم جدا في علاقتنا مع أبنائنا. الرحلة بتاعتنا في الحلقة ديت عايزين نقول إحنا هنتكلم عن إيه في القضية ديت، في تربية الأولاد هنتكلم عن إيه. خلوني أخدكم بس في العناوين الرئيسية في هذا الموضوع. عندنا مقدمة، مقدمة كده تساعدنا أننا نقول إحنا بنتكلم في إيه، هو إيه موضوع تربية الأولاد دول. وبعدين هنتكلم عن مبادئ عامة في تربية الأبناء لكل مراحل العمر المختلفة. وبعدين هتكلم عن فهمي لمراحل نمو الطفل من أول ما هو جنين لغاية لما يسيب البيت ويتجوز، فهمي للمراحل الفسيولوجية والسيكولوجية بتاعة الطفل ده اللي أنا محتاج أكون فاهمها عشان أتعامل معاه طبقا للمرحلة العمرية اللي بيه هو بيعيشها. وبعدين هنركز بالذات عن ما نسميه مرحلة المراهقة من سن 12 إلى سن 19، والتحديات الخاصة اللي بنواجهها كأباء مع أبنائنا في السن ده بوجه خاص. وبعدين هتكلم عن الثقافة الجنسية للطفل، نقول إيه لأولادنا، إيه اللي أطفالنا محتاجين يعرفوه جنسيا مننا قبل أن يعرفوه من غيرنا بصورة مشوهة، وبالذات مجتمعنا الشرقي احنا مش بنحب نتكلم ده في الحاجات دي مع العيال عشان ما يعرفوش. لا، هم هيعرفوا اللي احنا ما نعرفوهوش، وبطريقة بكل أسف مشوهة، الثقافة الجنسية للطفل. وبعدين هنتكلم عن حالة خاصة اللي هي
الطفل اللي عنده أب بس أو أم بس نتيجة ظروف معينة فبقى ما نسميه single mother أو single father. أنا لو أب وما فيش أم أعمل إيه مع أولادي؟ أنا لو أم وما فيش أب أعمل إيه مع أولادي؟ بالظروف مرات بتضطرنا فهيبقى عندنا بعض النصائح الخاصة للأباء أو الأمهات اللي هما مش عيلة بيربوا أولادهم. وطبعا ما هوش ده أفضل صورة، لكن إزاي نتعامل مع القضية ديت. ربنا يساعدنا أن نقدر نغطي الحاجات دي كلها. احنا خدنا المقدمة ديت بكل عناوينها عشان محدش يسأل في اللي جاي، يعني واحنا بنتكلم اسأل في بناخده دلوقتي، يبقى عارف اننا هنيجي طب ابني في سن 4 هنيجي عند فتره المراهقه، طيب مش يعني هنيجي، طب اقول له ايه؟ يعني احنا قلنا العناوين دي بس عشان خاطر نبقى عارفين ان احنا هنغطي الموضوعات دي تباعا، واحنا بنتكلم عن المبادئ العامه، هنخصص بعد كده مراحل النمو، مرحله المراهقه بصوره خاصه، الثقافه الجنسيه، وبعدين السنجل ماذر او السنجل فاذر، الاب اللي بيربي اولاده بدون ام او الام اللي بتربي اولادها بدون زوجة. خلونا نبتدي بالمقدمة، وأفتكر كفاية قوي علينا في أول حلقة أننا نغطي الجزء ده المهم، مقدمة الموضوع ده تربية الأبناء. أول حاجة عايزين نقولها أن في أب مثالي إحنا بنتعلم منه الأبوة. أفتكر في رحلتنا في مدرسة المسيح اتكلمنا عن إيه يعني ربنا أبونا، والاكتشاف ده مهم جدا، خدناه في شخصية الله، خدناه في مبادئ العلاقة، خدناه في شفاء النفس، خدناه في جوانب كتيرة جدا، وبنتكلم عن الله الآب. أبوة الله هي المثل الحقيقي اللي هنستعين به في رحلتنا واحنا بنتكلم عن كيف أكون أب أو كيف أكون أم. ربنا طبعا مش مذكر وأنثى، مش كده؟ فهو أب وأم، وبيقول الكتاب كده تدعونني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين، كإنسان تعزي أمه هكذا أعزيكم أنا. فربنا عارف يبقى أب وعارف يبقى أم، فإحنا المثل بتاع الأبوة والأمومة موجودة في الله. عندنا شاهد جميل جدا بيقول لنا الحقيقة ديت، بيقول إيه في لوقا 11 وعدد 13، بيقول فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. وهنا بيعمل المقابلة ديت، ان احنا كأباء بنتعامل زي ما أولادنا، ربنا كأب يتعامل معنا ازاي كأبناء. المقابلة دي مهم او دروس هامة جدا في معنى الأبوة في معنى الأمومة، هنتعلمها واحنا في رحلتنا ديت من أبوة الله. افتكر ربنا بيعاملك ازاي كابن، هو عايزك تعمل كده مع أولادك. إحنا مرات كتير بننسى المبدأ ده، مبدأ بسيط جدا، مبدأ بسيط جدا. بيحبني إزاي؟ بيحبني محبة إيه؟ غير مشروطة. بس أنا أحب أولادي محبة مشروطة. يا دي الخيبة، يا دي الخيبة. خلي بالكم من الفكرة ديت. بيتعامل معايا إزاي؟ بالقسوة ولا بالرحمة؟ فإزاي بيتعامل معايا؟ ده أفضل درس عندي واحد وراني كيف أكون أب، كيف أكون ولي أمر، كيف أعتني بخاصتي، أعتني بأبنائي. الله هو المثل الأعلى للأبوة الحقيقية. عندنا دعوة كتابية بقى، الكتاب يدعونا كآباء أن نربي أولادنا، أن ننشئ أولادنا، يدعونا هذه الدعوة، وبعدين بيقدم لنا المبادئ بتاعتها. لكن الأول لازم أتحمل المسؤولية دي، أفهم إن العيال دول مش هيطلعوا بس، أنا وإنتي ليكي دور كبير جدا في التأثير على أولادنا. عندنا آيات كتيرة قوي في أمثال 22 وعدد 6 بيقول كده، ربي الولد في طريقه أو البنت طبعا، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. آية جميلة جدا هنرجع لها تاني في المبادئ بتاعتنا، لما بحط ابني على السكة الصح لما بيكبر مش هيروح شمال وإيه ويمين، بس أنا ما حطتوش على السكة الصح لما يكبر هيروح فين؟ هيروح شمال وهيروح يمين. فدي مسؤوليتي إني أحط في السكة الصح، وهتكلم عن شروط السكة الصح دي، وبيحط هلو قوي هنا، ربي ابنك، ربي الولد في طريقه،
مش في طريقك. هنرجع للكلمة دي، لكن أنا مفروض أحطه في السكة الصح، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. في أفسس 6:4 بيقول كده: وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. ربوهم، ما تغيظوهوش، ما تغيظش ابنك، ما تغيظوش، ربيه، ربي الولد. كلمة ربي دي يعني raise him up، يعني كبره، اعتني بيه. زرعة بتسقيها وبتخلي بالك منها عشان يحصلها ايه؟ عشان تكبر وتثمر. دي ربي الولد، ربي الولد. خلي بالك من الفكرة دي. فأنا عندي آيتين واضحين جدا بيدعوني دعوة واضحة بإني ربي الابن، واحدة من العهد القديم من أمثال، واحدة من العهد الجديد. لكن في كلمة ارتبطت جدا بالتربية اللي هي ما نسميه الايه؟ التأديب، discipline. ربي raise him up، نميه، كبره، انشئه، حطه على السكة الصح. من واحدة من الكلمات اللي ممكن تستخدم كمرادف لكن هي مبدأ في حد ذاته هي كلمة تأديب، ودي جت كتير قوي. أمثال 22:15 بيقول: الجهالة مرتبطة بقلب الولد. وحنرجع لها الآية دي تاني لأنها جميلة جدا. عصا التأديب تبعدها عنه. تبعد عنه إيه؟ الجهالة. أنا ما ربيتش ابني، الجهالة هترافقه. أنا ما أدبتش ابني، الجهالة هترافقه. أنا ربيت ابني، أنا أدبت ابني، الجهالة هيتحصل لها إيه؟ هتفارقه. عصا التأديب تبعد عنه الجهالة. أدب ابنك لأن فيه رجاء، ولكن على إماتته لا تحمل نفسه. ما تقسوش عليه، أنت بتأدبه مش بتموته. وإحنا مرات نعمل بنقول لأولادنا هموتك، يا دي الخيبة، يا نهار أبيض، أنت هتموت ابنك؟ أنت بتقول هزار، بس دي ما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار، خلي بالك من الحكاية دي. الترجمة المشتركة بتقول: أدب ابنك ما دمت قادرا ولا تتأخر لألا تفقده. جميلة قوي. ما دمت تقدر تأدبه، أدبه، ما تتأخرش في الموضوع ولا هتفقد ابنك. ودي أوضح يمكن من الفان دايك اللي معانا. أمثال 19:18. ليه؟ هناخد آيات كتير قوي في السكة دي. فأنا عندي دعوة واضحة وصريحة بإني أربي ولدي، وإن في التربية دي أؤدب ابني، إني أحطه على السكة الصح، إني أسمح له ينمو ويترعرع وورقه يخضر والثمر يأتي من حياته ويكون شجرة يانعة. ليه الدور ده مهم؟ وغياب الدور ده ممكن يؤدي إلى إيه؟ لماذا يجب أن نربي أولادنا؟ احنا كلنا مقتنعين اننا هنربي عيالنا، لكن احنا مش عارفين قوي هو احنا لازم نعمل ده ليه. خلي بالك من المبدئين اللي جايين دول. الطفل بيولد عجينة غير مشكلة زي الصلصال اللي في ايدي. ارجو نفهم الفكرة دي. الطفل بيتولد عنده مواصفات طبيعية، وهنتكلم الحكاية دي، لكن ما عندوش مواصفات أخلاقية. ما هو مش متكون بيولوجيكالي حتى، قادر على الحياة لكن هو مش رجل ناضج أو امرأة ناضجة، مش كده؟ ما يقدرش يتجوز، ما بيقدرش يتكلم، ما بيقدرش يمشي. الطفل بيتولد عجينة غير مشكلة نمرة واحد، والحاجة التانية مالها طرية، طرية قوي، طرية قوي، اي حاجه ممكن تعلم فيه، اي حاجه ممكن تسيب تاثير فيه لانه طري. فهو مش متشكل، مش متشكل وطري. التربيه هي ايه؟ اني انا بعمل ايه؟ بشكله، بشكله، بشكله. الجهاله مرتبطه بقلب الولد، ما يعرفش، ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش يمشي، ما بيعرفش الصح من الغلط، ما يعرفش،
ما يعرفش ايه المفروض وايه مش مفروض، ما يعرفش ايه الخطر وما يعرفش ايه الخطر، بيلاقي خرمين كده في الحيطه وبيلاقينا بنحط الفيشه والكهرباء بتنور، فهو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يحط صباعه عشان عايز ايه؟ عايز ينور. الجهاله مرتبطه بقلب الولد، هو مش متشكل، هو مش متكون. خلي بالكم احنا مش واخدين بالنا من الجهاله دي. احنا علينا اننا نصيغ هذا الانسان بتاديب الرب في مخافه الرب بالطرق الصحيحه، نحطه على السكه الصح، فمتى شاخ لا يحيد عنه. الحقيقه الثانيه المرتبطه بالحكايه ديت ان العالم من حوالينا بيحاول يشكله، مهتري صح، وهو طول ما هو عايش في الدنيا ديت وبتعامل مع الناس مظبوط، الناس بتحاول تعمل ايه؟ بتعلمه، بتشكله، بتقول له الصح والغلط، طبعا بتقول له الغلط مش الصح مظبوط. ففي كل العلاقات اللي موجوده حتى مع بابا وماما احيانا يعني هم اللي بيعوروه، لكن يعني انا هفترض ان انتوا اباء هايلين، لكن العالم اللي حوالينا مش هايل، عنده قيم بايظه وبيترك اثار جامده جدا. بيروح المدرسه زي ما قلنا في شفاء النفس، بيتجرح من اصدقائه، بيتهزق لو تخين لو رفيع لو قصير لو طويل، اي حاجه فيه هيبهدلوه، بيقارنوه بغيره، لو مستقيم بيتريقوا عليه، لو ما بيغشش بيتريقوا عليه، مش كده؟ فالعالم بيشكله، ولانه مش متشكل ولانه طري، العالم بيؤثر فيه تاثير ايه؟ هائل. اذا انا بقى ما قاومتش هذا التاثير وصححت اول باول التاثير دوت، واول باول الخرم اللي العالم عمله ده انا ما رحتش مرممه وظبطه قلت له لا يا حبيبي اللي بيقولك ده غلط، والعوج اللي اتعملت له لا يا حبيبي دي السكه مش كده، ده انت جود بوي وانت مش عارف ايه وانت هتمشي العدل، فاهمين بقول ايه؟ إذا أنا ما صلحتش التأثير السلبي دوت، التأثير السلبي ده هيترك فيه علامات تبقى مع الأيام. خلي بالكوا بقى من الحقيقة ديت اللي قلناها برضو في شفاء النفس، إن الإنسان مكون من نوعين من الصفات، في صفات مكتسبة وفي صفات موروثة. الصفات الموروثة دي موجودة على الجينات بتاعتنا، والجينيتكس النهارده تفك الكود بتاع الجينز بتاع الانسان اللي على الكروموزومز اللي فيها لون شعرك ولون عينيك وطولك وذكائك و و و و، بس كل المواصفات الموروثه ديت مواصفات طبيعيه مش اخلاقيه، ما فيهاش اناني ولا محب، ما فيهاش متكبر ولا متواضع، ما فيهاش مستقيم ولا اعوج، ما فيهاش صادق ولا كذاب، ما فيهوش حقيقي ولا مزيف مظبوط. كل الصفات الأخلاقية صفات إيه؟ مكتسبة. كلها صفات مكتسبة. فهو أخلاقياً مش متشكل وعجينة طرية، والعالم بيعوجه وبيعلمه غلط كل حاجة. الحب يتحول إلى جنس ونجاسة. الكبرياء بيبقى هو العظمة. الغش بيبقى هو الحكمة والدهاء، وبأسهل الطرق تقدر تجيب درجات عالية جدا. فالعالم بيشوهه في الصفات الايه؟ المكتسبة الأخلاقية اللي هي بقى بتصنع منه إنسانيته الحقيقية اللي بتحدد في الآخر الراجل ده هيمشي عدل ولا هيمشي معوق طول عمره، اللي هيحدد فيه عنده ثقة في نفسه ولا هيطلع عنده صغر نفس. تربيتي لي هي بشتغل على الصفات الايه؟ المكتسبه، اني عايز ازرع فيه المبادئ الحقيقيه اللي تجعل منه انسان سعيد، اللي تجعل منه انسان مستقيم مفروض ظهره، راسه مرفوع على الفوق، متاكد من اللي عنده، عارف هو عايز يعيش ايه وعارف يعيش الحاجه دي، عنده ثقه في نفسه. فاهمين بقول ايه؟ دي مسؤوليتك،
دي مش هتحصل لوحدها، دي لو بابا وماما ما عملوهاش محدش هيعملها. ربي ولدك، ربي ولدك، ربي ولدك. اذا ما ربيتوش العالم هيربيه وهيطلع مش متربي كويس. الغريبه قوي، وهنقول العباره دي كتير قوي، اباء كتير قوي يبصوا لاولادهم كده يقول له يعني ايه ادب حضرتك؟ يعني بتهزق مين دلوقتي؟ هو مين اللي كان مفروض يعلمه الادب؟ هو دي كانت مسؤوليه مين؟ هو كان عجينه ايه طريه، طلعت العجينه ديت ما عندهاش ادب يبقى مين اللي ما عملش دوره؟ هو يبقى انا، دي مسؤوليتي، دي مسؤوليتي امام الله وامام الناس وامام ابني. مش عاجبكم الكلام؟ عايز اتوقف هنا لاني عايز اتاكد ان احنا مستوعبين الحقيقه ديت، ان احنا كاباء عندنا مسؤوليه كبيره جدا في اعناقنا. احنا ما جبناش اطفال عشان نلعب بيهم، عشان نتسلى بيهم، عشان يرثوا اسمنا، وتبقى مصيبه لو ما جاش ولد لان يبقى اسمك راح مع الزمن. فالمهم ان يجي ولد عشان يفضل حامل اسمك بعد ما انت تموت، مش عارف ايه لازمته يعني، ما انت يعني يعني مش هتبقى موجود يعني، فهو ايه لازمه ان يبقى اسمك خالد مدى الايام يعني، ذكرى الصديق وليس اسم الصديق يعني يبقى. مسؤوليتي اني جبت انسان انا مسؤول عن ربي ولدك، ربي ولدك. اذا سبته هيتفعص وهيطلع مخرم، هيطلع كل حاجه فيه مشوهه، لان العالم ما يعرفش غير انه يعمل كده، ما يعرفش، ما عندوش حاجه تانية يعملها، ما عندوش حاجه تانية يعملها. وانا دوري مش بس تو كاونتر اكت، اني انا اصلح التاثير السلبي اللي العالم بيعمله، فيفضل مدور كده كوره مدوره لا شكل لها ولا منظر، وكل اللي انا عملته معاه ان كل خرم اتخرمه انا رحت ايه رحت مرجعه تاني وملزقه، ففضل كوره كده يلعبوا بيها الناس كوره شراب. لا، انا عايز اشكله بتاديب الرب وانذاره في طرق الرب المستقيمه. انا عايز نسل صالح ليا. لا، ليه؟ عشانه، عشان هو يعيش سعيد، عشان هو ينجح في حياته، عشان يكون زوج، عشان يكون اب تاني، عشان يقدر يكمل سكته في طرق مستقيمه، فمتى شاخ لا يحيد عنه. اسمحوا لي اتوقف هنا واسمع اي اسئله من حضراتكم في هذا الشان اللي احنا اتكلمنا فيه. كلام حضرتك اللي قلته جميل جدا، لكن انا شايفه في صعوبه صعبه قوي. يعني انا وانا حضرتك بتحكي تذكرت بنت صغيره، بنتي في المدرسه، انا بعلمها الكتاب المقدس، بعلمها انها ما تكذبش. التعليم اللي في المدرسه لقيتها بتقول لي يا بابا ازاي انت بتقول لي ما تكذبش، الكتاب المقدس بيقول لي تكذب، وفي المدرسه الابله بتقول لي ممكن الواحد يكذب عشان يصالح صاحبه. ولقيت في اختلاف، المجتمع الحواليا دايما بيزرع في 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 ابني امور سلبيه، وهو معرض تقريبا وقت طويل جدا. انا مش عارف اعمل ايه. ده سؤال كويس قوي، وده اللي احنا كنا بنقوله، ان العالم هيعلم ولادنا شئنا او لم نشا قيمه، مظبوط؟ طيب مين تاثيره اكتر على ابني، انا ولا المدرس؟ هيصدقك انت ولا هيصدق المدرس؟ قول لي الحقيقه. ايوه، يعني البنت صدقتني انا، بس خافت من المدرس او من المس بتاعتها. لا، هو ما طلبتهاش تكذب، بتقول لا هي بتنصحها انها تكذب عشان تصالح مع الناس، هي ما امرتهاش. وبعدين حتى لو طلبت، ده حتى لو طلبت منها تقول لها انا متعلمه اني ما اكذبش.
سؤال، هي هتصدقك انت اكتر ولا المدرسة اكتر؟ مفروض انت اكتر، بس احيانا بيصدقوا المدرسة اكتر. ليه؟ عشان انا مش قريب من ولادي، عشان انا ما قمتش بدوري، عشان انا مش بطل قدامهم، عشان انا مش مثل وقدوة. ده اللي هنقوله. فانا بكتسب قدرتي على التأثير على اولادي من الطريقة اللي انا بعيش بيها، من الاستثمار اللي انا بعمله معاهم. قبل ما تروح المدرسة وتسمع الكلام دوت، الخمس ست سنين اللي قبل ما تروح المدرسة ديت، كان في مدرسة، كان في مدرس، كان بتسمع مين؟ بابا وماما. كويس؟ ربي ابنك في طريقه متشاخ لا يحيد عنه. انا استثمرت في الفترة دي ولا لا؟ انا زرعت وسقيت ولا ما زرعش؟ انا شكلت ولا لا؟ ولا ما خدتش بالي وبعدين فجأة راح المدرسة وبعدين ابتدى يجي يقول لي وانا ما كنتش قلت له. فالسؤال المهم هو مين تأثيره اكتر على الاولاد، انا ولا العالم؟ في اسر كتيرة العالم تأثيره اكتر، لان الوالدين غايبين، مش مهتمين، مش قريبين. هنتكلم في ده بالتفصيل الشديد. فاحنا اتفقنا العالم هيأثر، صح؟ لو انت ما قمتش بدورك ما عندناش امل. لو انا مش تأثيري اكبر يبقى برضو ما عنديش ايه امل. وبعدين انا بابا وماما، انا بابا وماما، ده انا بأثر من الناحيتين. هنيجي للحته ديت، مظبوط؟ ممكن نودي المايك ورا. انا عندي مشكلتين مع اخويا. انا بنتي ده بتدرسه، يعني ده بتدرس، في السؤال في الامتحان امتى نقدر نكذب، في الحروب او في المصالحه؟ فانا دي مشكله اولانيه، فحضرتك ساعدني احلها ازاي. الحاجه الثانيه، وانا بسمع دلوقتي انا خايف، لا انا عيالي صغيرين ينفع ابتدي اشكل فيهم او ينفع اعالج؟ طب واللي عياله كبروا، هل في امل اساسا ولا الدنيا باظت خلاص؟ خليني ارجع للسؤال الاولاني. لو في ماده بتقول للطفل كده هقول له ده راي ناس، ده مش رايي. لو جالك سؤال قول راي الناس دي كذا 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 كذا، فانا بقول له ده راي الناس، ده مش رايي انا. فيبقى عارف فرق بين الراي وبين راي الناس. دي واضحه كده؟ السؤال الثاني، انا اتاخرت عن تربيه اولادي. في عباره كده مشهوره قوي، نيفر تو ليت، عمره ما كان متأخر لدرجة ما أقدرش أعمل حاجة. بس هيبقى أصعب قوي، صح؟ يعني حاجة اتعوجت وبعدين دخلت الفرن فنشفت، وهي طرية سهل قوي أعمل إيه؟ أشكل فيها. نشفت هبقى التشكيل فيها بالتكسير. في الأول ده بالضغط بس كده، ده بشوية حنية، بشوية أنامل كده أقدر أشكل اللي أنا عايز أشكله، مظبوط؟ انا اتاخرت، هبذل مجهود مضاعف وهتبقى فيه خسائر، لكن على الاقل هتفادى خسائر ايه؟ اكبر لقدام. لكن انا اتاخرت خلاص بقى بايظه بايظه، لا لا مفيش حاجه اسمها كده. ربنا ما عندوش ان اضاعه الفرصه يبقى مفيش، لا ربنا عنده الفرصه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. وبالذات لو انا مدخل ربنا في الموضوع، فانا مش بشتغل لوحدي، انا بشتغل انا ومراتي وربنا في الموضوع. موضوع تاني خالص، قصه تانيه خالص. سؤال تاني، طيب ناخد، كان في سؤال هنا قبل كده، ممكن نروح الناحيه التانيه وبعدين نرجع لهنا. وانا سؤالي اكتر لانه مثلا في عائلات قريبه مني في الصفات الموروثه الولد بيبقى عنده مشكله، والمجتمع بتاعنا بيعرف الشخص احيانا يقول لك زكريا اللي هو القصير ده مش عارف ايه، لو الولد عندي عنده مشكله انا كبيت اعالجه ازاي، او اديله صوره انه انت كويس قوي مع انه في مشكله حقيقيه في الولد؟ لو الصفات الموروثه فيها مشكله زي ان هو قصير زياده، ها انا بفهمه هو القيمه في طولك ولا في شخصيتك؟ هل الطويل قوي ده اعلى من الناس كلها، انجح واحد، الاغنياء كلهم طوال، القصيرين كلهم فقراء، الطوال كلهم سعده، القصيرين كلهم تعسه،
مش حقيقي، مش عايز. ها، فانا لما بقول بص حواليك دي مش حقيقه، دي مش حقيقه. وبعدين انت دلوقتي قصير وانت صغير، يا ما قصيرين هم صغيرين، لما كبروا طولوا، صح؟ وبعدين دلوقتي حتى الموضوع دوت لعلاج، يعني بقى في علاج دلوقتي، بنزود طول من الناس. فالفكرة اني انا براجع معاه تاني القيم. حبيبي، هي القيمة في الطول ولا في الشخصية؟ القيمة في البرواز ولا في الصورة؟ في ناس بروازها شيك قوي والصورة من جوه خربيش قطط، في ناس البرواز بسيط والرسمة من جوه مايكل أنجلو رسمها، فان جوخ اللي رسمها، ملايين 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 تمنها. وتشيل البرواز وترميه وتبيع الصورة، ما تبيعش برواز أصلا. كتير من الصور دي ملاش برواز أصلا، لأن الفنان مش هو اللي عمل البرواز ده، اللي عملها واحد نجار. فالقيمة فين؟ في البرواز ولا الصورة؟ تاني، هيصدقني أنا أكتر ولا هيصدق الناس؟ فعلا هيصدقني أنا أكتر لأنه الأمان فيا، لكن أنا مشكلتي مع الناس وبقولوله حاجة حقيقية فيه وهو شايف من حوالين الناس ان انا فعلا عندي مشكله. قصير، انا ما انكرتش، انا قلت له لا يا حبيبي انت طويل، انا ما انكرتش انت قصير، بس القصر مش عيب. فهمت؟ فاهم اللي عايز اقول ايه؟ العالم بيقيس بمقاييس معينه، انا لازم اقول مش دي مقاييسنا، مقاييسنا الشخصيه. انت مين؟ ده القيمه، مش طولك كام ولا وزنك كام، مش هو ده. أنا فاهمة ومقتنعة، بس عملياً حاسة إنه لما أجي أربي، أو اللي أنا بسمعه كتير قوي، إنه أربي أول ما بتيجي في دماغي أنا أربي أضرب ابني، وأنا حر أضرب ابني. ويعني عندي مشكلة في الحتة دي، إنه كتير من الآباء إنه حاسس إنه أنا تربيت بالضرب وطلعت راجل كويس، أو أنا أم تربيت بالضرب وطلعت كويسة وفي طريق ربنا. وربنا في الكتاب قال ربه وسابنا إحنا نختار. إحنا هنسمع مثلا رأي الأسيس سامح، ده رأيك، مش لازم يكون رأي صح، هو ربنا في الكتاب سابها مفتوحة. اللي يخليني أنا أقتنع برأيك؟ وبعدين ممكن يعني أنا كفاية بس حاجة تانية. حاجة تانية، أنه شايفة أنه الشخص اللي هو مقتنع بالضرب وأنه اي حاجه بيبقى مقتنع بانه ده سيستم حياه، انه يعني في اي سن في اي مره في اي حاجه، وانه كمان انه انا شخص حلو وزي ما انت عمل فيا انا هعمل. ممكن يكون هو شايف نفسه حلو بس الناس مش شايفه، يعني مش عارفه الفكره وصلت ولا لا. لا، الفكره وصلت. احنا هنتكلم عن 12 مبدا في التربيه، 12 مبدا، كويس؟ إذا أنا خدت 6 وسبت 6 منهم ينفع؟ هنقول في 12 قانون لتربية الأولاد كتابي، مش رأيي، ده مش رأيي، ده مش رأي سامح موريس. أنا مش بقول في مدرسة المسيح رأيي، صح؟ في حاجات بقول رأيي، بس في حاجات بقول ده ربنا بيقول، صح؟ بس كده؟ يعني عند الضرب هنقول ربنا بيقول إيه؟ ربنا بيقول، الكتاب بيقول إيه؟ مش أنا بقول إيه؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ فإحنا والعبارة اللي استخدمها الكتاب في الضرب، ايه العبارة اللي استخدمها الكتاب في الضرب؟ فاحنا هنقول الكتاب بيقول ايه؟ ال 12 دول كلهم، ال 12 دول هنقول بعضها مبادئ مطلقة، يعني مش محتاجة اطلعها من الكتاب، مبادئ منطقية بحتة، يعني سيكولوجية بحتة، ما حدش فينا هيقول عليها كخة. لكن حاجات كتير احنا بنجيب الايات بتاعت زي احنا ماشيين كده، احنا جبنا حاجة من عندنا دلوقتي؟ ما جبناش حاجة من عندنا. احنا هنتكلم عن 12 مبدأ. ما ينفعش يبقى المبدأ الوحيد في التربية هو الضرب، يعني واحد من 12 ده نصائد بالثلاثة حتى لو ضرب صح. فأنا عندي 12 حاجة هنتكلم فيها مع بعض، ده غير ثلاث ملاحظات، يعني هم 15 يعني فاحنا هنتكلم عن قوانين تربية الأولاد، زي ما جينا اتكلمنا عن العلاقات الزوجية قلنا حاجة واحدة، قلنا مجموعة كبيرة من الحقائق. ما ينفعش أخد دي واسيب دي، مش هتمشي، بالذات بقى مع تربية الأولاد، لأنهم غير مشكلين، ولأنهم تراي، ولأن العالم بيعمل إيه؟ بيأثر فيه. وأنا عندي ثلاث قضايا مهمة جدا تخليني دوري أكبر بكتير مما أتصور في تربية أولادي، فحنيجي الحكاية دي ناخدها بالتفصيل.
سؤال تاني. الحته يا اسيس بتاعت ان ابوه الله لينا هي المثل في التربيه. ساعات ابرر لنفسي وامهات كتير برروا لنفسهم انا غير الله، انا متعرض لضغوط، متعرض عندي ضعفاتي، يمكن محتاج شفاء نفسي، يمكن عندي عقد، يمكن حاجات كتير. فازاي تتحسب، ازاي تتعامل؟ ده سؤال جميل قوي، اشكرك. عايز اقول كذا حاجه فيه. اولا كلنا هنغلط وبنغلط ومحدش ما بيغلطش، يعني ياما غلطت مع ابني مع اولادي، فانا مش لا ادعي ان انا عملت ال 15 نقطه دي، ما لا بغلط لان احنا تحت الضعف. اللي بيبوظ ابني مش اني غلط، اللي بيبوظ ابني اني بستمر في الايه، في الغلط. ابني عجينه ممكن اغلط، اقدر اعمل ايه؟ اقدر اصلح. ولان الكائن الانساني ربنا عمل لنا في البيولوجي بتاعنا، في التركيب البيولوجي بتاعنا، حاجه اسمها ريجينريشن، يعني الخلايا تستطيع ان تجدد نفسها. انت لما بتتعوري وتقفي الجرح كده وتضمضيه يحصل له ايه؟ يخف. نفسيه الانسان عندها القدره ديت لو عالجناها ايه صح. فانا ربنا مش بيطالبني بالكمال، ربنا بيطالبني لما اغلط اعمل ايه؟ اصلح. اولا لما اغلط اقول ايه؟ انا اسف. ودي صعب علينا قوي، ها هنتكلم في المبدا ده، مهم جدا. وبعدين اصلح اللي عملته، ها يعني الغلطه دي اروح عامل قدامها خمس ست حاجات عشان تصلح. واحد كنا في محاضره كبيره، حد قبها كده كبير قوي في امريكا وبدي محاضرات، راجل كبار قوي يعني، فقال لنا العباره ديت ويمكن سمعتوها مني قبل كده، قال الكلمه الغلط اللي بقولها لابني بحتاج 10 كلمات صح عشان امسحها. اقدر اصلح، مش ما اقدرش. ف كلنا هنغلط، كلنا هنغلط في اشياء كثيره، نعصر جميعنا ومع اولادنا يعني هنغلط. المهم عدم الاصرار على الغلط، والمهم تصحيح الايه، الغلط. فده بادئ دي بدء. انا بقى عندي عقد واطلعها في عيالي، طب ما حرام عليا، طب ما اخف، طب ما اخد شفاء من ربنا، طب ما اعمل مشوره، مش كده يعني، ما اتعامل مع ضعفاتي، ليه اطلعها في عيالي؟ طب مش حرام عليا يعني؟ وبالعكس ولادي هيشجعوني اني اعمل كده مع نفسي، لاني مش بس بظلم نفسي وجوزي، ها ده انا بظلم جوزي ونفسي وعيالي. ويمكن قلبنا بيرق على عيالنا اكتر من نفسنا وجوزنا، فان شاء الله عيالنا هيساعدونا في الحكايه دي قوي، ان احنا نتعامل مع ضعفاتنا على الاقل اذا ما كانش من اجلنا فمن اجله. مظبوط. روح الناحيه الثانيه معلش. اتفضلي. عندي سؤال وتعليق. عندي دلوقتي بنت سنتين وعندي احساس بالرعب من فكره تربيه الاطفال او التربيه عموما، يعني حاسه ان انا مش عارفه اربي او مش عارفه اتعامل معاها. العجينه بحسها طريه سهله اشكلها، مش مفيش اي ردود فعل، لكن هي خلاص بنتي ابتدت اشكل في رد فعل، في عند، في لا، ف كتير قوي اقول له تعالى شوفها انت، تعالى زكريا شوفها انت، انا مش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده، فاعمل ايه؟ انت خايفه لانك مش عارفه المفروض تعمل ايه، صح؟ معرفتي بالكتالوج بتعامل ازاي مع المكنه دي او مع المشروع ده هيخلي الخوف اقل، صح؟ فجزء من خوفي اني انا مش عارفه. لو انا عارفه ايه المبادئ وايه اللي المفروض اعمله وعملته مش هخاف، انا عملت اللي عليا خلاص، صح؟ نمره 2 يعني عندها كام؟ عندها سنتين. هندرس الحكايه دي في حاجه اسمها تيربل توز. عند سنتين يبتدي الطفل يقول ايه؟ لا. فانا كل ما اعمل حاجه يقول لي لا، فافتكر هو عنده كام؟ سنتين. طبيعي البنت طبيعية خالص، ما تتخضيش، ها؟ وده من اللي هنتكلم عنه في مراحل الايه؟ النمو. هي المرحلة دي احتياجها ايه؟ واعمل معاها. ده غير مبادئ التربية، عندنا مبادئ التربية دي 12، ها؟
وبعدين هنقول لكل مرحلة احتياجات غير الايه؟ غير التانية. لازم اخلي بالي وردود افعال غير التاني، فما تخضش. اللي عند مرحلة المراهقة فجأة يبقوا مش عايزين يبقوا، يبقى قبل كده صاحبي وبعدين فجأة مش عايز يصاحبني، صح؟ يعني كان بيحكي لي كل حاجة، بطل يحكي كل حاجة. فيعني يعني ابن من أولادنا لما سألناه في ايه انت يعني كنت بتحكي لنا وكنا صحاب، قال صحابي يقولوا لي يقولوا عني ايه وانا بحكي لكم وانا مصاحبكم، هم كلهم زعلانين من اهلهم، انا يعني اقول لهم انا مبسوط مع اهلي شكلي وحش قدام اصحابي، فاهم؟ ففهمي للمرحله بيخليني ما اتخضش واقدر ايه اتعامل صح. واضح الفكره؟ ان يبقى عندي رهبه ده مطلوب. الرهبه بتخليني متواضع وبدور على المعرفه، ان انا مخدها بدراعي، لا 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 دي اسهل حاجه، دي التربيه دي اسهل حاجه، سيبني بس انا يعني حشلفطه، لاني انا بدعي المعرفه ولست اعرفها. فانا مبسوط انك خايفه، اتعلمي، اعرفي، اقري، ذاكري، طبقي، هتغلبي الخوف وهتعمليها صح. اتمنى اكون جاوبت حضرتك. طيب اوكي كملي، احنا معانا وقت قليل قوي فغالبا ده اخر سؤال، اتفضلي. بس وانا بعملها هبهدلها برضو معايا ازاي؟ يعني وانا بتعلم لسه في حاجات كتيره لسه مش عارفاها فبتتبهدل في الطريق معايا. ما هو كان المفروض اذاكر قبلها، يعني قبل ما اخش الامتحان المفروض اعمل ايه؟ ابقى ذاكرت. احنا بنقول للناس قبل ما تتجوزوا روحوا احضروا سيمينار ايه المتزوجون، مظبوط؟ في ناس يعني بتتجوز وبعدين تجيلنا بعدها سنة وسنتين يكونوا لخبطوا الدنيا وبعدين يصلحوا، مظبوط؟ ففي ناس بعد ما يخلفوا العيال وتكبر يبتدوا يذاكروا تربية الأطفال. هقدر أصلح بس هتبقى أصعب شوية، مظبوط؟ بس ملحوقة، سنتين ملحوقة، ها؟ سنتين ملحوقة، غير 12 سنة، غير 22، صح؟ يعني 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 عندي فرصة لتصحيح الأخطاء بتاعتي، فما يعني ما تتخضيش. بس انا مبسوط انك انت يعني خايفه. سؤال صغير هنا، انا بس عايزه اسال على السن اللي هو لسه لين واقدر اشكل فيه وما يبقاش لسه ما بقاش نشف مني، يعني لحد كام سنه يبقى لسه لين؟ يعني طبعا زي البتاعه دي دلوقتي احنا ابتدت تنشف فبيتولد مطاري خالص، صح؟ سنه اتنين كل ما بسيبه بيحصل له ايه؟ بينشف. لكن لغاية سن المراهقة التشكيل سهل قوي، وإذا أنا نجحت قبل سن المراهقة أني أبني الكباري المظبوطة مع ابني أو بنتي هنقدر نعدي سن المراهقة بنجاح، لأن ده من أخطر المراحل اللي ممكن تاخده يمين أو تاخده شمال. فلغاية الفترة ديت لازال التشكيل ممكن، لكنها ما فيش حاجه اسمها كمل 4 سنين نشف، لا ما يعني ما هياش كده، يعني الساعه 5:30 الفرن اتحرق، هي ما هياش كده، هي حاجه تدريجيه جدا زي دي، واحنا سايبينها شايفه عماله تجير اهي خلاص وتجير من بره لكن لسه طريقه ايه من جوه. فهي تدريجيه جدا، على الأقل لغاية سن 12 سنة أنا عندي فرصة أني أعيد التشكيل والتصحيح. عايز أشكركم عشان الرحلة اللي احنا هنطلعها مع بعض في الحلقات دي تربية الأولاد، وأنا عارف أن ده تحدي كبير قوي وناس كتير بتسأل فيه، وبكل أسف رغم وجود كتب كتيرة دلوقتي ما كانش أيامنا كتب كتيرة، لكن الدراسة اللي هنقدمها مع بعض دي هي تلخيص لبعض الكتب دي، لا أدعي أني أنا الرجل الذي أفهم، لكن دي ملخص كتب كتيرة لدوبسون ولغير دوبسون، فبعض الكتب ساعدتني جدا أنا وزوجتي في أننا نجمع الحقائق دي ونحاول أننا نطبقها في حياة أولادنا. وعايز أكد لكم أن القوانين دي والحقائق دي تأثيرها هائل هائل يفوق ما نتصور أو ما نتوقع، لكن مطلوب مني أني أقرر أني أكون تلميذ، مش بس عايز أفهم عايز أطبق. تلميذ مش اللي بيذاكر عشان يكب المعلومات في الكتاب أو في الامتحان وينجح، تلميذ
هو اللي عايز يعيش اللي هو اتعلمه دوت. وافتكر في موضوع العلاقات ديت واضح، ممكن احفظ واسمع، لكن لا مع شريك حياتي بعمل كده ولا مع اولادي بعمل كده، مش هيفيدك في حاجه خالص. معرفش هيفيدك في حاجه خالص، لان المعرفه دي تطبيقيه بحته، دي ليست للكومن نوليدج، ليس للمعرفات المعرفه العامه، لكنها للحياه وللتطبيق. اشكركم واشكرك عزيزي المشاهد لمتابعتك لينا هذه الحلقه، الى ان نلتقي في حلقه اخرى من مدرسه المسيح. ربنا معك، امين. مدرسه المسيح. في نهايه حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز اشجعك انك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها تشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسي دي هات، الدي في دي هات هاي كواليتي، موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها، وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا معك.